حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب عبر منصة شركة رائد الخير للوكالات التجارية، الوكيل الحصري لشركة دي اكس ام في العراق. ولقاؤنا اليوم لقاء مهم بأهمية من حل علينا ضيفا في هذه الأمسية. أنا وأنتم نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ المدرب المحفز الذي يسبق الشمس قبل إشراقتها كل صباح، الأستاذ رائد عباس رشيد. أستاذ رائد، مساء الخير وحياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أستاذنا الفاضل المعلم الرائع أستاذ أشرف، تحية لك من القلب. سعيد جدا بلقائك، وأمل من الله أن يكون لقاء ممتع كالعادة مع حضرتك. بداية أشكر الجمهور الكريم على منصة زوم وعلى الفيسبوك أيضا، وأشكر حضرتك على إتاحة هذه الفرصة لنلتقي بك، وشكرا على وقتك رغم كل الالتزامات التي تحيط بك. فمرحبا بك أستاذ رائد معنا في هذه الأمسية. أرتئي أن تكون هذه الأمسية عبارة عن لقاء مفتوح ودردشة، ممكن أن نوجه لك بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الخاص، وبعض الأسئلة التي تدور في أذهاننا وأذهان بعض الأعضاء ربما من خلال النقاشات استنبطناها، ونأخذ بعدها مداخلات الجمهور الكريم إن يسمح وقتك بذلك. لذلك أنا أرتئي أن نغلق الشات مؤقتا، أستأذن منك ومن الضيوف الكرام أن نغلق الشات مؤقتا، أوجه لك بعض الأسئلة ربما نختصر الوقت حفاظا على وقتك ووقت الأكارم الحضور، وبعدها نبدأ باستقبال المداخلات إذا تسمح لي. بكل حب وسرور، تفضل أستاذنا الفاضل. الله يسعدك، بارك الله عليك. بداية حابب أبدي هذا اللقاء بتقديم التهنئة للأستاذ لؤي محمد على ارتقائه رتبة جديدة في سلم هذه الشركة، وأهنيه بكل محبة وكل سعادة، وأسعدنا هذا الخبر هذا اليوم. ما تعليق الأستاذ رائد على هذا النماء في فريق العراق وتحديدا الأستاذ لؤي؟ والله يعني ابتداء اليوم شخص الأستاذ لؤي هو تجسد في نجاح العراق، كيف لا، وهذا الرجل بكل أمانة بذل ما بذل وخطط وتعنى، وكانت له الجرأة التي أشهد له بها، لا أدري هو معنا أم غير موجود، لكن أقولها بكل فخر. قدم إجازة 5 سنوات دون راتب وابتدأ المشروع بقرار، هذا القرار قاده دافعية من الداخل، جعلته رجل حديدي يسوق الأمور وينساق إلى الهدف، فكان يسافر ويسهر و يبذل ما يبذل حتى وصل إلى هذه الرتبة، الرتبة التي مثلت اليوم العراق أجمع، كل أعضاء دي اكس ان اليوم بلغوا هذه الرتبة الرائعة، وبإذن الله يصل ويصلون ونصل جميعا يدا بيد. لا مستحيل ما دمنا نعمل معا. أحييك أستاذ. أحسنت، بارك الله فيك، تحيات الأستاذ لؤي أيضا، ويا ريت إذا كان موجود معنا يكون إلى مداخلة في هذه الأمسية من خلالك ومن خلال الجميع. نقدم له أحر وأجمل التهاني بهذه المناسبة، ونرجو من الله أن يصل إلى تحقيق هدفه بالوقت المحدد. بداية أستاذ رائد، ربما البعض لا يعرف حضرتك، فحابب أسأل السؤال المعتاد والمختصر، من هو رائد عباس رشيد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه.
أقول رائد عباس هو خادم الطموحين. رائد عباس رجل أعمال ومدرب على الصعيد البدني وأيضا على صعيد التنمية وتطوير الذات وإنشاء وصناعة الإنسان. مدير مؤسسة مالية ومدير مؤسسة تجارية، وعملت عبر المجال الذي تكرس فيه فنون الصناعة، وكان عندي يعني أكثر من مصنع الفضل لله، والحمد لله اليوم نحن نتقدم خطوة خطوة مع عائلة DXN إلى ربوع وأرجاء الدنيا بأسرها، قاصدين أهدافنا معا، لا أقول فرادا بل جماعة. فسوق العراق اليوم هو يمثل النجاح، وهو يمثل الإنسان الطموح الذي يريد أن ينجز ويجعل الهيبة التي يستحقها بلده العريق العراق العملاق. هذا هو رائد عباس باختصار. أنعم واجب أن يوفقك. بما أنه ذكرت مصطلح جميل هو العائلة، وعندما تتكلم وتقول معا، فحابب أسألك شنو تعني لك DXN؟ DXN بكلمتين: الحياة والأمل، فلا حياة بدون أمل ولا أمل دون حياة. فهي تعني لي جزيئة الدم التي تسري في جسدي، أقولها بكل أمانة وقد قلتها من قبل مرارا وتكرارا، فهي حياة، إذ إنها تريد أن تطور وتحل مشاكل الإنسان والإنسانية، وأيضا تصنع الإنسان الذي هو يجسد أصل الحياة على هذه الأرض. فDXN بكلمتين هي حياة وأمل. أحسن، بارك الله فيك. يبدو أنه أكو صوت صدى، إذا مسوين بث مباشر من عندكم يا ريت شوية يبتعد الجهاز الآخر إن شاء الله. أستاذ رائد، إذا أردنا أن ندخل بصلب وعمق هذه الأمسية ونتعمق أكثر بالأسئلة وندخل إلى الفرق والدوائر التسويقية في هذا المجال، حابب أسألك سؤال: هل تعتبر أنه مستوى أداء الفريق هو مسؤولية راعي الفريق؟ كونك صاحب فريق وخضت التجربة وربما يستفاد الكثير من الأعضاء الجدد من إجابتك على هذا السؤال، هل أنه مستوى أداء الفريق يعتبر مسؤولية راعي الفريق؟ نعم، سؤال ذكي وطرح رائع. حقيقة أقول الفريق والراعي روح وجسد، حتى يبقى هذا المثل وهذا التمثيل البسيط في العقل اللاواعي، أقول الراعي لا يستطيع عمل شيء نهائيا دون فريق، وأيضا الفريق الذي ليس له راعي يدبر ويخطط وينظم ويدير كل الأولويات الأهم في العالم لن ينجح هذا الفريق، وسوف يبتلى بالنزيف دوما يدخلون ويخرجون وهكذا، فيكون فريقا هشا. لكن أقول إذا التقت الروح مع الجسد سوف يشكل هذا الفريق أسطورة. كيف؟ أقول إخواني، اليوم وسائل التواصل انفتحت على مصراعيها. قبل 10 سنوات لو أننا نقبنا في سير الناجحين حقيقة ما وجدنا هذه الوسائل
التي أتيحت لنا اليوم متوفرة عندهم، مع ذلك هم نجحوا. إذن نحن أقرب إليهم، نحن أقرب منهم إلى النجاح. نحن اليوم أقرب من أقراننا الذين نجحوا والذين سبقونا إلى النجاح. كيف؟ لأن الأمور تطورت. فقط أنك تطور مهاراتك وأنك دوما تتعلم. لو تعلمت كل يوم معلومة أو دخلت كل شهر دورة أو كل شهرين، سوف تكون بسنة رجل فولاذي أو ديدية، تستطيع مواجهة كل المشاكل بسهولة وعلى طبق من حب ومودة. فأقول إخواني أحبتي شركاء النجاح أهلي، أقول الفريق يجب، هذه اللحمة تدار بطريقة الذكاء العاطفي، لحمة بها تخطيط وتدبير وبها ذكاء عاطفي، هكذا يكون الفريق ماسيا بل ذهبيا. أحسنت، بارك الله بك أستاذ رائع. على ذكر النجاح، هل من ممكن هناك خطط بسيطة تجعل من هذا القائد أو راعي الفريق مؤثراً على فريقه، صاحب أثر وتسمع توجيهاته على الفريق بمعادلة بسيطة، أو كما تختصر دوماً أنت بكلمات، ربما كلمتين أو ثلاثة تجعل منها خارطة ذهنية أو مثلثات معينة كما اعتدنا على توصيفاتك؟ هل هناك شيء تنصح به ليكون الليدر صاحب تأثير على الفريق، حتى كما وصفت حضرتك تكتمل المسألة وتلتقي الروح بالجسد؟ قبل ذلك أريد أن أنوه لأمر حتى أذيب الجليد وأحقق الألفة، والألفة موجودة، فأنا أشعر أن الكل مبتسم لأننا عائلة واحدة، وهذه الجلسة هي جلسة تبادل منافع وأيضا أسئلة وأجوبة حتى نصل إلى الأكمل. فأقول اليوم يوم القهوة العالمي، احتسي قهوتك، قل بسم الله واحتسي قهوتك من دي اكس ان. إخواني، هذه الحركة هنالك شيء اسمه العدوى، هذه العدوى تكون إيجابية وسلبية. نقول دوما ابتعد عن دائرة السلبية وتقرب من دائرة الإيجابية. كيف؟ الإيجابية بأهلها والسلبية بأهلها، فأنت من تختار، اقتنع وقرر أن تكون ضمن دائرة الإيجابية. الإيجابية إخواني هي أصل التأثير، فإذا ابتسمت من قلب أعلم أن الجميع سيبتسم، وإذا تغيرت معالمي ستتغير معالمكم، وإذا ابتدأت بشيء معين من حركة أثير بها الشجون وأثير بها الحركة، سوف تنقادون إلى ذلك دون واعية، بالعقل اللاواعي، لأن هنالك كونكت، هنالك اتصال، هذا هو اسمه التأثير. طيب يا رائد، انطينا ركائز للتأثير، كيف أكون مؤثرا على نفسي حتى أؤثر على غيري؟ أقول هنالك ثلاث ركائز جميلة سميناها مثلث التأثير. هذا المثلث يتكون من ثلاث كلمات، هذه الكلمات لن ينساها أحد. الآن أعرضها عليكم على طبق من حب. أقول هم أحمله،
لن أكون مؤثرا دون أن يكون لي هم أحمله. رسالتي التي أريد أن أوصلها لأهلي، أريد أن أوصلها للفئة المستهدفة. هذه كلمة هم، قلت هم أحمله. الثانية، همة تحملني، همة إرادة قوية بعد القرار، إرادة تحملني. يجب أن يكون الناجح ناجحا، أو لا يكون الناجح ناجح ناجحا حتى يكون له قناعة وقرار ثابت يتجه به إلى طموحه وأحلامه، وأيضا همة، إرادة قوية اللي هي البدي للنجاح. لن نتحرك ولن ننجز بقرار وقناعة أبدا، يجب أن تكون هنالك إرادة. فنقول همة تحملنا، إلى أين تحملنا؟ أصبح عندنا هم وعندنا همة، تحملنا إلى المهمة التي نريد أن ننجزها. المهمة هي الهدف الذي نلاحقه، ودوما نقول ونكرر لأنفسنا ولسان حالنا يقول لأصحابنا وفريقنا وعائلتنا، نقول اكتب هدفك، حدد وحدد مسارك أنك على الطريق الصحيح ولاحق هدفك. هنالك هم وهمة ومهمة، هذا هو مثلث التأثير الذي يؤثر على نفسي، ومن ذلك تكون العدوى الإيجابية التي تنتقل إلى فريقي وغيري. بارك الله بيك، وأسأل الله أن يسعد قلبك. حقيقة عدوى الإيجابية انتقلت منك إلى الجمهور وإلي شخصيا، وعلى ذكرت حضرتك في التعريف بأنك مدرب على الصعيد البدني التخصص ومستوى تنمية المهارات الذاتية، وأنا أشهد لك ذلك. سؤالي بما يخص التدريب، ما هي السمات الشخصية برأيك أستاذ رائد التي تؤثر على نسبة النجاح في مشروع DXN؟ ابتداء السمات نصفها أنها صفة، السمة هي صفة، فالصفات الشخصية أو الوسمة الشخصية التي يجب أن يتحلى بها صاحب مشروع DXN أو أي مشروع في العالم، يجب أن يكون أو يتحلى بالإيجابية، يتحلى بالتفاؤل، يكون متفائلاً دوماً، يكون إيجابياً، يكون مبادراً. هذه الصفات كلها يجب أن يتحلى بها من يريد النجاح في مشروع DXN. جميل، بارك الله بيك، إجابات مختصرة، اختصار غير مخل ودقيقة وتتناسب مع الوقت. بارك الله بيك أستاذ رائد. لدي مجموعة من المصطلحات سأذكرها ثم سأسأل سؤال بخصوصها. هل نمط التفكير وطريقة التفكير والخوف وثالثها العادات، هل لهذه الأمور تأثير على النجاح في هذا المشروع بحسب خبرتك وممارستك واحتكاكك بالقادة والأعضاء بحكم عملك وبحكم أنك راعي فريق؟ نعم، ابتداء أخواني، الخوف هو شبح أو وهم يخيل أو يسيطر على أنفسنا وعقولنا من الداخل. حتى تكون ناجحاً يجب أن تكسر حاجز الوهم وتنطلق إلى هدفك الذي تريد أن تحققه. وهنالك خوفين، الخوف الأول هو خوف سلبي
والخوف الثاني هو خوف إيجابي. كيف يكون ذلك؟ هنالك من يخاف ويخلد إلى الوسادة، وهذا لن يتحرك ولن يصل إلى أي شيء. كيف يصل وهو شبه ميت؟ لا يكون الفعل إلا برد فعل، ولا تكون الحياة ومن يتسم بصفة الإنتاجية إلا بالحركة والتفكير والتخطيط والإرادة وغيرها من الركائز المهمة التي يتخذها الناجحون. طيب، ما هو الخوف الإيجابي؟ هنالك كثير من الناس يخافون الفشل، يخافون أن يخسروا، يخافون أن لا يصلوا. هذا يعطيهم دافعية للإنتاجية. هنالك أرجع إلى الصعيد البدني الذي يدخل بطولات عالم والمنافسات العالمية أو الأولمبيات. هنالك صفة تصيب كل الأبطال وهي حمى البداية. هذه الحمى الكل تصيب الأبطال من الداخل. هذه الحمى هم أبطال، أنا أقول ناجحون، أبطال عالم، أبطال قارات، يلتقون في بطولة عالم أو أولمبياد، تصيبهم في البداية حمى البداية. أول 5 ثواني ما عليه إلا أن يكسر الحاجز، ثم يرجع إلى عقله الواعي الذي يدير به المنافسة بما خطط لها وتدرب وطور من مهاراته. فهذا هو إخواني أخواتي، هو الخوف الإيجابي، أنني عندما أقرر أنني أصبح صاحب مشروع. نحن في DXN صفتنا أو تسميتنا أصحاب مشروع أكثر من أننا نقول رواد أعمال. لماذا؟ لأن رائد الأعمال هو من يأتي بفكرة، هذه الفكرة يريد أن يحل بها مشاكل، لا أقول مشكلة، مشاكل تواجه العالم. فهذا الرائد عنده مبدأ وعنده رسالة يريد أن يوصلها. ضربت مثلا جميلا بعباس بن فرناس. عباس بن فرناس هذا هو أول من فكر بالطيران، فاختلق جناحين من شمع، ثم ذهب إلى تلة ورمى نفسه من على التلة. هل تشعرون بقرار عباس بن فرناس وكيف يريد أن يوصل رسالته لغيره؟ ابتدر بنفسه، المحتمل أنه يخفق ويموت، لكن صاحب الفكرة يعيش ويموت على فكرته، يريد أن يوصل فكرته بكل إصرار وعزيمة، لأنه يريد أن يوصل الخير. طيب، هذا هو صاحب أو نقول رائد الأعمال اللي هو الدكتور ليم. دكتور ليم أتى بفكرة، هذه الفكرة ظل 2 سنين يضحكون عليه وهو يقول عالم واحد سوق واحد. يا رجال، يا عالم ويا سوق، أنت تبيع لك قطعة 6 أشهر ما باع ولا قطعة، وهو مصر يقول عالم واحد سوق واحد، سوف يكون العالم هو سوقا لDXN. بدأ يجد ويقنع الناس ويغير القناعات ويريد أن يوصل هذه الفكرة لتتحقق، يكون مشروعا حقيقيا على أرض الواقع. وفعلا بالإصرار والتكرار وعدم اليأس، لا تيأس ولو وقف ضدك العالم كله. أقول إخواني، يا من يريد النجاح
النجاح لا يأتي بالمجان، النجاح عليه ضريبة، يجب أن تدفع ضريبة النجاح سهرا وقراءة وتعليم على يد معلمين ومدربين وتطوير مهارات وزيادة خبرات وإخفاقات، إخفاقة تلو الإخفاقة حتى تكون هنالك ترسانة للنجاح. يجب أن يكون أو يمر أو دورة حياة الناجحين تمر بهذه العراقيل. أن طريق النجاح ليس معبد بالزهور، إنما فيه تحديات وفيه معوقات وفيه حيات وعقارب. أقول كل هذا يجب أن أنت أصلب وأقوى حتى تزيح كل هذا وتؤسس فريق طريق، هذا الطريق يسير خلفك به من يريد النجاح. حتى تنجح يجب أن تقرر أن تكون ناجحا. أحسنت، بارك الله فيك. بعد حقيقة اختصرت علي الأمر وانتقلت إلى سؤال كنت محضرة إليك بخصوص التسمية أو وصف المشروع. كثيرا ما تتفاوت وتتباين التسميات بين رواد هذا المشروع، بين صناعة أو ريادة أو مشروع ذكي أو ما إلى ذلك من هذه المصطلحات المستخدمة. لذلك فأنت اختصرت علي هذا السؤال وأجبت عن سؤالين بإجابة واحدة موفقة. أسأل الله أن يبارك وفقك الله أستاذنا ويحفظك. سؤال ربما أنا أعرف أنه لا ينطبق عليك، لكن ربما بحكم التجربة أو غفل عني بعض المعلومات عن شخصك الكريم، هل شعرت يوما بالإحباط؟ أنا أتكلم بمحور DXN خلال التجربة التي خضتها مع هذا المشروع، هل شعرت يوما بالإحباط؟ وإذا كان الجواب نعم أو نسبيا، فما الحلول التي اتخذتها للتخلص من هذا الإحباط؟ ماذا علمتني الحياة؟ لننتقل بهذا السؤال إلى مدرسة الحياة. ابتداء حتى يعرف أو لمن لم يعرف شخص رائد عباس، رائد عباس حقيقة فقد والديه وهو في سن 4 أعوام، الحياة شدت عليه. حتى أريد أن أوصل الفكرة من قلب، أنا أتكلم في جلسة مع أهلي في سن 12 سنة، يعني أول ما خلصت الابتدائية 6 ابتدائي، ابتدأت بالعمل، عمل جاد، وأنا بفطرتي أحب الرياضة، أتدرب في البيت بشكل بسيط وأدرس بجد. هذه 3 أمور ما تركتها إلى الآن، حتى الآن. فكما يقال التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. هذه هي سلوكيات وعادات، السلوكيات والعادات جعلت من شخص رائد أو أي شخص، أنا لا أحب أن أتكلم كثير عن شخص رائد، أي شخص تجعل منه إنساناً مختلفاً، إنساناً يريد أن يعطي، يريد أن يبذل، لا يهمه، بل لا تكون له سعادة أنه يريد أن يوفر الكماليات والحاجيات لنفسه ولأهله وعياله، بل يريد أن يوصل الخير إلى أرجاء الأرض بأسرها. طيب، ستقول لي يا رائد عندما تواجهك مشكلة هل تهزمك؟ أقول بالعناد بعد التوكل والإصرار أهزمها. صفة العناد، هنالك عناد، هنالك عناد سلبي وهنالك عناد إيجابي. العناد السلبي أنك تزاحم المختصين في اختصاصهم، وكما قيل من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. وهنالك عناد إيجابي، هذا العناد
هو عناد مع النفس، أنني أجبر نفسي دوما. ألا مستحيل، ليس هنالك عراقيل. العراقيل هي في داخلك أنت يا رائد، العراقيل هي في شخصك أنت، وهي وهم نسجت من الخيال فقط. خارج الصندوق وانظر، سترى الصورة الحقيقية وأمامها حل لكل المشكلات. فأقول كلما اشتدت علي الأزمة أو على الناجح الأزمة وضغطت الدنيا، أخرجت المعدن وشدت العود حتى يكون صلبا، ويكون هذا الإنسان لا يهمه إلا الوصول إلى هدفه وتحقيق آماله ومراده. باختصار. أحسنت، أحسنت، بارك الله بك أستاذ رائد. كما يقال في الشعر أن التجارب طوعا أو كراهية أعدنا نحتي ثم أحسننا تطويري. هنا السؤال عن التجارب أستاذ رائد في سوق العمل، التجارب، الأخطاء، الخبرات، كل هذه الأمور، لا سيما وقد ذكرت أنك منذ سن مبكرة ودخلت إلى سوق العمل، ماذا استفدت من كل هذه التجارب كرسالة أو كمحصلة أو أثر في نفس الأستاذ رائد؟ مدرسة الحياة العملية، لا أقول المدرسة النظرية. لمن لم يدخل السوق أقول إذا دخلت السوق ستنصدم من الواقع. فالسوق ليس معبدا، السوق مليء بالمشاكل ومليء بالعراقيل ومليء بالأمور التي لا تنسجم مع شخصيتك. إذن يجب عليك أن تتغير أنت وتجعل حلولا جذرية وواقعية، أن تتكلم من الواقع حتى يقبلها الغير وتكون أنت منتج. طيب، السؤال هو أو لب السؤال هو إيش أستاذ أشرف؟ ماذا استفاد الأستاذ رائد من التجارب كانت في دي أكس أن أو في سوق العمل بوجه عام؟ أقول كل خطأ، كل خطأ تكون أو إخفاق لمن يريد أن يحقق أهدافه. يعني الذي يعمل يخطئ، طيب، والذي يخطئ يتعلم. البطولة أنك لا تكرر الخطأ، البطولة أنك تستفيد من الخطأ. من هذا الخطأ تعلمت حلاً لمشكلة. كثرة الأخطاء جعلتك عبارة عن ترسانة خبرات، هذه الإخفاقات جعلتك إنسان واقعي عملي، تتكلم مع الناس بحلول جذرية. بل لكثرة الإخفاقات وكثرة الحلول، كثرة الحلول عندما تأتي المشكلة لا تستغرق في عقلك لحلها بضع ثواني. صدقوني إخواني، هو توفيق أولا من الله، وثانيا الإنسان المجد الذي يتمتع بعمله. أقول لن تصلوا إلى النجاح حتى تتمتعوا بالعمل، حتى تحبوا العمل. هذا يجمع بين الموهوب وبين الاحتراف. فرق بين أن يكون الإنسان موهوب، يعني نضرب مثلا نقول ميسي، هذا اللاعب في برشلونة، لو نقول كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، أنا ما أعرف اللي موجودين يحبون هذا الفريق لو هذا الفريق، أي منهما كان، هما ناجحان أو ناجحين. نقول هذا الإنسان يعمل في كرة القدم. كيف يعمل في كرة القدم؟ هو احترف كرة القدم، يعني إيراداته ورزقه وأمواله
تأتي من إيش؟ مزاولته اللعب في ساحات كرة القدم. طيب نقول لكريستيانو يجب أن تكون عندك إيش؟ موهبة. يجب أن تكون عندك شيء مختلف عن هذا الاحتراف. الموهبة كأنك تزاول السباحة أو طالع القراءة أو تتمرن الشيش أو السيف، يعني المبارزة، وهكذا من المزاولات التي لا تصب في احترافك. في احترافك فهنالك فرق. الهواية جمعت بين الاحترافك وبين الهواية أصبحت ممتعا. فالذي يريد أن يصل يجب أن يعمل بمتعة. إذا عملت بمتعة وبهوني إخواني بالقليل قلت صاحب دي أكبر، لكن ممكن أن يدخل في جانب رواد الأعمال إن أتى بفكرة جديدة تطور وتحسن وتضيف في هذا الصنف، سيكون إيش؟ مطور رائد أعمال. يعني يدخل في العرض الكبير لرائد الأعمال. أرجو أن تكون الفكرة واضحة أستاذ. واضحة وجميلة، بارك الله بيك وأسأل الله أن يفتح عليك. أستاذ رائد، حقيقة أنا أتابع على المنصتين، على الفيسبوك وعلى الزوم. آخر تعليق أمامي هي تحية من الأستاذ فؤاد العسكري لحضرتك ولجميع الليدر وأعضاء العراق، وتحياتنا أيضا للأستاذ فؤاد العسكري. تحية له من القلب ولكل أهلنا في اليمن، اليمن السعيد، رد الله وأسعد أهله، أهل الخير وأهل الأفئدة الطيبة الرحيمة، أهل المبادرة، أهل السوق الملتهب، لأن إرادتهم إرادة لا تعرف اليأس. فأحيي كل أهل اليمن من هذه المنصة، وأحمد المسعدي الأب لسوق الشرق الأوسط، وأيضا الأستاذ جمال المسعدي البطل الماسي الأول السفير الأول. وإن تكلمت في هذا الرجل أتكلم قصص، فكلهم أبطال رجالا ونساء، وكل من يعيش في الشرق الأوسط. بارك الله بك، وأتمنى أن توصل تحياتك للجميع. أستاذ رائد، بالعود إلى الفرق والمجاميع التسويقية في هذا المشروع، منذ فترة وأنا أقرأ مقالة عن النتورك ماركتينج تقول إذا أردت أن تحافظ على الفريق فعليك بصناعة القادة لتحمي الفريق. يجب أن تصنع قادة، بعضهم يسميه استنساخ والبعض الآخر يسميه النمذجة كما تحب أن نسميها. فما رأيك بهذا أو هذه القاعدة، وهل عملت عليها، وما مدى تأثيرها على المجاميع التسويقية أو الفرق التسويقية؟ هناك قاعدة جميلة تقول ابدأ بما انتهى إليه الخبراء أو بما انتهى إليه الناجحون حتى تكونوا صرحا، وهذا الصرح يكون شاهقا ويكون معلما على هذه الأرض. طيب مسألة الاستنساخ، حقيقة بعد نقاش وبعد تهذيب وتحسين لهذا المصطلح، الاستنساخ إخواني هو عبارة عن إيجاد نسخة من رائد. لكن اعلموا إخواني أخواتي شركاء النجاح أن هذه النسخة يحتاج أو تحتاج لمن يقودها. يعني بغياب القائد ضاعت هذه النسخة، أصبحت بالثقب الأسود، لا تعرف ماذا تفعل وكيف تدير وكيف تنظم المسار وكيف تنظم وترعى الفريق. طيب أضفنا إضافة، هذه الإضافة
سميناها النمذجة، أنموذج بيني وبين من أعين لتطوير ذاته وصناعته حتى يكون ناجحاً. فدوماً أجعله صاحب قرار، ودوماً أجعله يطور في حاله وذاته. هو أخذ من رائد، نعم، لكن لا أسمح له أبداً أن يكون نسخة ثانية من رائد. أقول له دوماً ضف وحسن وضع بصمتك. فعندما يضع بصمته يكون أنموذجاً. هذا الأنموذج خرج من دائرة الاستنساخ إلى فضاء النمذجة، لأنه سينتج ويخرج لنا من هو بفعله ومن هو خير منه. فحقيقة هنالك من أجيالنا أو من شركائنا من يسابقون ومن يحققون قصصا للنجاح أفضل من قصصنا، وهكذا. كيف كان هذا؟ هذا كان من النمذجة، ليس من الاستنساخ. فالاستنساخ بال، الاستنساخ ينتهي بغياب المستنسخ. إذا ذهب هذا المستنسخ أصبحت النسخة ورقية، لا تنفع ولا تضر. بارك الله فيك، توصيفات جميلة، ولغة الجسد أيضا لها دور كبير كما تعلم. إذن سيدي الكريم، في هذا الجو الجميل اللي بالمشاعر الإيجابية والأجوية، ننتقل إلى موضوع أعمق مما تحدثنا فيه، واخترت اليوم أن تكون هذه الجلسة أو الأسئلة تحديدا متنوعة، ما بين التنمية الذاتية والشخصية وما بين سوق العراق ومواضيع تخص DXN. أستاذ رائد. نعم. الله ينعم عليك. موقع العراق في DXN اليوم، حدد لي موقع العراق. نعم، بكل اختصار، بوفق مؤشرات الأداء بالنسبة، نعم، لDXN. سأختصر كل ذلك بكلمة تطيب بها النفوس. فأنا حقيقة لا أحب أن أقول نحن سبقنا الدولة الفلانية ونحن في بالمركز الفلاني ونحن كذا. أحب دوما أن أنمي منافسة النفس، أنني أنافس نفسي، أنني دوماً أغير وأحسن وأطور وأضيف على نفسي، فأصبح مغبون إذا تساوى يومي بأمسي. فأقول أستاذ أشرف وكل أحبتي وشركاء النجاح، أقول العراق في الصدارة، هذه تكفي. نسأل الله أن يحافظ العراق دوما على هذه الصدارة، وأن يكون رقم في هذه الصناعة بوجودك على رأس شركة رائد الخير متمثلة بوكالة DXN، وكل ما تقدم من خدمات ومن أمور تضيف لسوق العراق في هذا المجال وتطور وتحسن منه. على ذكر التطوير والتحسين، أطلقت شعار أو مبادرة، الزبون دوما على حق، وهذا لدينا فيما يخص خدمة العملاء أو امتياز خدمة العملاء حقيقة. فحابب تتكلم لي عن هذا الموضوع، وما هو الهدف منه وما المقصود منه وما سيجد الزبون أو العميل في قيام. نحن في صناعة البيع المباشر مسوقون، نحن مسوقون، والمسوق يمر باختيار ما يريد تسويقه أو اختيار مشروعه حتى يصبح صاحب مشروع، ثم يدل على هذا المشروع، مشروع براندن في قلوب الناس يحبونه وله علاقة بين المنتج وبين حاجة الناس، فيحل مشاكلهم ويحل مشكلات كل زبائنه، ثم يصبحون عملاء ثم يصبحون شركاء. أقول أخواني،
حتى أنت تصبح ناجحا يجب أن تركز على مثلث التسويق. اليوم كلها مثلثات، نريد ندور مربع. مثلث التسويق أقول يعني يكون محكوم بين ثلاثة أركان. الركن الأول هو الجودة، جودة المنتج. الركن الثاني هو السعر، سعر المنتج. والركن الثالث هو الخدمة. فتقول لي بكم هذا المنتج؟ أقول لك أبيعك قيمة. هنا خاطب السعر لكثير من الناس الذين يقولون أسعار DXN مرتفعة. أقول لك جودة المنتج وجودة المادة هي ماسية ذهبية، فرق بين السيارة من الفئة المتوسطة والسيارة من الفئة المتقدمة أو المتطورة بماركتها وبحجمها. هنا الجودة جعلت السعر يرتفع والسوق مليء بالبضائع. هذه بضاعتي. طيب، يبدأان بالتوازن وينتهي شبح السعر مع حلاوة الجودة إذا كانت هنالك خدمة عالية. الخدمة تأسر قلوب الناس. طيب، ستقول لي يا رائد كيف تأسر الخدمة قلوب الناس؟ أقول لك بائع المنتجات أو موظف الخدمة، ويا مجملها، أنا أقول دوما أنا مدير خدمات، لا أكثر، لا رئيس مجلس إدارة ولا ولا ولا، مدير خدمات. حتى دوما أفكر ودوما أعلق قناعتي الداخلية أنني جئت لأخدم، جئت لأعين، جئت لأحل المشاكل وأعبد الطريق للناس حتى يسيرون بأمان. طيب، هذا عندما يأتي عضو جديد وهو أول مرة يدخل إلى المركز ويأتي موظف الخدمات غير مبتسما، قد بدا عليه أثر التعب أو أثر الغضب بسبب أو آخر، وأيضا ما قدمت له كأسا من الماء، هذا جاي من مكان متعني، وحق الضيف أبسط شيء البسمة وكاس المي، فأني من أجي أنطي كاس المي، نص التعب مال هذا الرجل انتهى. بدأ هذا الإنسان يفكر بجمالية المنتج وجودته، ويفكر ما موجود على الرفوف، ويبدي يسأل سؤالين ثلاثة. لازم من موظف الخدمة يعتني بالإجابة ويعتني بالشرح، وإن كان شرح بسيط غير مخل، المهم لا يخرج الزبون من قاعة البيع إلا وهو راضي. فقلت ودوما أقول، وهذا الأمر ليس حدثا وليس صدفة، أنا أردد منذ عقود وأنا صادق، يعني من منتصف التسعينات أقول الزبون على حق دائما وإن كان مخطئا، الزبون على حق دائما وإن كان مخطئا. تسمعني أستاذ شاف؟ نعم، واضح أستاذ. تمام، أقول الزبون، يعني كنت في بداية حياتي بعد التجارة البسيطة فتحت مصنع صغير، هذا المصنع لي شريك، هذا الشريك كبرانة عنده، يعني أنا أبويا وأني وإحنا،
قلت له بي خير يسوق، البي خير يكون زباين، البي خير يخلي الناس تتعلق بالمنتج اللي احنا نصنعه. هاي كانت فكرتي، طبعا فكرة فطرية دون دراسة ودراية بالفطرة. ليش؟ لأن قلت قبل قليل هكذا علمتني الحياة، من سوق، من يعني إنسان نشأ في سوق. فأقول أخواني الزبون على حق دائما وإن كان مخطئا، طبعا لا توافقه بخطئه لكن تخرجه بذكائك وحنكتك، هو مبتسم وراض وأنت أعطيته ما تريد، أنت ما تريد. فبالأسلوب الطيب وبالبسمة ممكن أن تأسر القلوب حقيقة حقيقة. لذلك رسولنا الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه، يقول تسمعني أستاذ أشرف؟ أستاذ أشرف تسمعني؟ أكو صوت؟ واضح جدا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني ابتسامتك صدقة. وبعد شي يقول لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه الطلاقة وهذه السماحة وهذه الخدمة هي عبارة عن تطوير وتحسين جانب الخدمة حتى ينجح المثلث في قلب العميل فيصبح شريك، يصبح عضو ناضج وعضو نشط ويعمل معك في خدمة المشروع وخدمة من معه. بارك الله بيك، جزيل الشكر على هذه، يعني حقيقة هي مجموعة من الإجابات اللي تفضلت بها حضرتك. حابب أعقب على مسألة المثلثات والرقم ثلاثة. حقيقة الرقم ثلاثة له أسرار كبيرة جدا لا يسع المقام أن نتحدث عنها، وخير دليل على ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، الكثير منها ورد فيه الرقم ثلاثة، ثلاثة من كنا فيه ثلاثة ما إلى ذلك. فهي اختصار وبنفس الوقت تأثير كبير جدا على المتلقي، وأحسنت وأجدت في استخدام هذا الرقم. هذا من جانب خلاصة الموضوع فيما يتعلق بالزبون أو العميل، وأعجبني كثيرا التمييز لديك بسياق الحديث بين العميل والزبون، وهذا ما يعني يفتقده الكثير للأسف. كأنك تقول أنني أقدم قيمة إن كانت لعميل أو زبون، وبطبيعة الحال الكون كله عبارة عن مجموعة من القيم، وأنا أحييك وأهنيك على هذه القيمة التي تقدمها، وأسأل الله أن تكون هذه القيمة تليق بأعضاء DXN إن كانوا عملاء أو زبائن. أستاذ رائد، الكثير من الأسئلة ترد بخصوص المنتجات. بحسب علمي 51 لو 52، لا عبرنا 52. طيب، هل هناك أخبار عن منتجات جديدة تدخل إلى سوق العراق بحسب رغبة وطلب الأخوة الأكارم والأخوات الفاضلات؟ مع أني أعلم جيدا أن سوق العراق متميز عن غيره بعدد المنتجات، لكن الجمهور والزبون دائما على حق، فهو يطلب إدخال منتجات جديدة، فهل من أخبار بهذا الصدد؟ والله يعني الحمد لله أولا وآخرا، ابتداء هنالك منتجات ستتوالى منتج بعد منتج، يعني منها من شحن ومنها من بأولدر. طبعا تدرون أنتو، طبعا لا ما تدرون أنتو، مو تدرون، يعني البضاعة تكون عن طريق أولر وإيش ووقت، يعني شلون سرة حتى تأخذ هاي البضاعة الثمينة. بضاعة DXN حقيقة بضاعة نادرة وثمينة، والاستحصال عليها بطولة. أنك تأتي بالمنتج لأهلك وأعضائك، والله هذه نعمة
وكرم من الله حتى تصل وتكون في متداول أيدي الأعضاء. أقول أخواني الفضل لله، المجموعة الذهبية والمجموعة البحرية للمنتجات الكورية في التجميل والكوزمتكس، الحمد لله أتممنا بعد عناء طال قرابة سنة في الترخيص والموافقات. أتمنى موافقته، وبإذن الله يعني وقت الأولدر ووقت صانا إحنا كدولة العراق شو وقت يوصلنا إن شاء الله. المهم الموافقات انتهت، وهذا أكثر من 16 آيتم. هذا واحد. الأمور الأخرى هنالك في الشحنات الآتية، يعني أول شحنة راح توصل للعراق جديدة بها مكرونة أو يسموه أندومي، أندومي سبايرولينا، وأيضا به طلع النحل، وهنالك فطر الشيتاكي وبودرة اللؤلؤ ومنتجات كثيرة استحصلنا على يعني الموافقات كاملة، وننتظر الإدارة بتزويدنا هذه المنتجات بإذن الله. يعني بإذن الله بهذه السنة وبداية السنة القادمة سيحظى العراق بمنتجات جديدة بإذن الله. والله أسأل أن يوفق جميع دول الشرق الأوسط لتداول هذه المنتجات حتى يكون الشعار حقيقي. نحن نريد أن نقول لكل الأعضاء نحن ماركتينج، نحن لسنا مستشفى، المكملات الغذائية جزء من الأولوية، جزء من بضاعتنا، ليست كل البضاعة. فمن بضاعاتنا أمور صناعية رائعة، يعني أنك تخثر لبناً إحنا نسميه لبن، اللي هو مو المادة الأولية الحليب اللي يطلع أو اللي يخرج من ضرع البقرة مثل ما يقولون أهلنا، لا، يتحول بعد الخميرة يتحول إلى إيش؟ إلى مادة أخرى اللي هي اللبن الخاثر أو اللبن باختلاف التسميات في البلدان. هذا اللبن في دي اكس ان هنالك فخار تجعل هذا الحليب الأولي وهو إيش؟ يحوله إلى إيش؟ يحوله إلى لبن. والبكتيريا شنو؟ بكتيريا طبيعية. فهنالك منتجات مثل المنتجات الصناعية، هنالك جهاز، هذا الجهاز يصدر آيونات ويخلي الجو كله مليء بالأكسجين ومليء ب يعني شلون نقول القلوية، يخرج لك ماء حي قلوي. وشنو بعد؟ يلطف الجو، ويا مجمل ويا محلى لطافة الجو. والأمر الآخر هنالك منتجات عناية شخصية، هنالك منتجات كثيرة، يعني أكثر إخواني لمن لا يعرف شركة دي اكس ان الآن وصلت قرابة 250 آيتم تنتج وتصنع بنفسها 250 آيتم، ولا زالت تصنع ما يحتاجه العضو أو ما يحتاجه العميل من احتياج يسد مشاكله. نعم أستاذ، بارك الله فيك، أسأل الله أن يوفقك ويكتب الخير والسداد والتوفيق لجميع من يسمعنا ومن سيسمعنا لاحقا على وسائل السوشيال ميديا. أستاذ رائد، سأتكلم بلسان حال العميل، نعم، وسأكون حلقة الوصل في سؤالي، وربما يكون هو السؤال الأخير قبل أن نأخذ مداخلات الكرام. خدمة الأونلاين، أنا أعي جيدا أن أي مؤسسة أو منظمة أو شركة تتعامل مع مجموعة مؤسسات أو مؤسسة أخرى يصبح هنالك ربما خلل في نظام العمل أو سير العملية المقصود التعاون فيها. فأنا أتكلم عن خدمة الأونلاين وإيصال المنتجات
طريقة بعض الشكاوى. الصوت يتقطع أستاذ أشرف، الصوت يتقطع إذا تسمعني. الآن مسموع أستاذ رائد؟ ممتاز. طيب، وردت بعض الانتقادات ربما من باب الحرص، ووردت بعض الشكاوي في فترة معينة وتم إيضاح الأسباب من قبل إدارة قسم الأونلاين، لكن أريد أسمع من الأستاذ رائد بخصوص الأونلاين، هل هنالك حلول في الوقت الحالي أو حلول مستقبلية بهذا الصدد؟ لأن خدمة الأونلاين تعتبر خدمة أساسية بالنسبة للعميل أو الزبون، فحابب تتكلم لنا عن هذه الخدمة، وإن كان هنالك مشاكل يا ريت توضح لنا الأسباب كما وعدتنا أنه راح تتكلم بكل شفافية وصراحة إن شاء الله. ابتداء أريد أوضح أمر قد يخفى على الكثير. الفضل لله أول دولة رتبت فكرة الأونلاين هو العراق قبل 3 أعوام وكم شهر. جعلنا هنالك موقع خاص للعراق، هذا الموقع لخدمة الأعضاء، يأخذون بضائعهم من خلال الموقع ثم تنتقل إلى الدليفري أو التوصيل حتى تصل إليهم. فالحمد لله سبقنا أزمة كورونا وما حدث بالعالم ب3 أعوام، وهذا فضل الله عز وجل، أننا لا ننظر حيث موضع قدمنا، إنما نحن عندنا نظرة الحمد لله، يعني أولا وآخرا نظرة استباقية ونظرة بعيدة. هذه النظرة يسرت لنا ورتبت لنا السوق بشكل أو بآخر. طيب، أقول إخواني هناك فرق بين الأونلاين كموقع وخدمة، فهو الحمد لله دوما في تطوير وتحسين، ونسمع من العميل والعضو ما يريده من خدمة ثم نضيفها على موقعنا. لكن هنالك مشكلة بالتوصيل، حتى أفرزن فصلت هذين المسميين حتى تكون الصورة واضحة أستاذ أشرف. هنالك مشكلة بمن؟ بالتوصيل. حقيقة إخواني عملية التوصيل تكون بعقد مع الشركات، بعقد مع الشركات، وهنالك يعني مسائل مثل جائحة كورونا، هنالك قوانين، القوانين خلية الأزمة دوما إيش تحدث القوانين ودوما تعطي قوانين، فصارت مشاكل عندنا بسبب شنو؟ بسبب أن هوية ما تطلع مجموعة من الطلبيات يكون هنالك قانون معين بوضع الحظر أو يعني رفعه عن منطقة ووضعه في أخرى، وهكذا من أمور يعني ما يستطيع صاحب الشركة ما التوصيل يوصل المنتج بسلاسة فيصير تأخير. هذا طبعا يعني هذا الجانب والله هو خارج إرادتنا، هذا الأمر هو خارج إرادتنا، وهذا الأمر يقع به كل الدول حقيقة، يعني ليس العراق فقط. فأقول الحمد لله اليوم يعني نحن تعاقدنا مع شركة ممتازة، وخدمة التوصيل مهذبة كما يقال، وبإدارة مستقلة يعملون ليل نهار، أقول صدقا يعني ب12 بالليل ب11 بالليل يعملون بكل جد وخدمة. فالمشروع كأونلاين انفتح حقيقة، يعني تطور هو التطور الأكبر كما يقال. فيراد شنو؟ يراد وقت قليلا يكون التحسين والتطوير بإذن الله حتى تصل بسلاسة للعميل إن شاء الله. فنحن مهتمون جدا بهذا الجانب، ونريد أن نجعل التوازن مع البيع المباشر، يعني أونلاين إيصال خدمة مع وصول الزبون إلى المراكز،
يعني نحاول أن نوازن بشكل أو بآخر. ومناسبة يعني إحنا كل ما طورنا الأونلاين وكل ما وضعنا بصمة في هذا الجانب راح نقلل من فتح النقاط ونقلل من فتح المراكز في أرجاء البلد، وهذا يقلل لنا مصاريف، والمصاريف إذا قلت إيش راح يصير؟ راح تنزل عروض. المصاريف إذا قلت راح تنزل عروض للأعضاء، هذه العروض تقوي الفرق وتجعلها متحفزة ونشطة دوما إن شاء الله. نعم أستاذ. بارك الله بيك أستاذ رائد، بارك الله بيك، شكرا على هذا الإيضاح وشكرا على هذه الشفافية في عمل شركة رائد الخير. أتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفق الجميع لكل الخير، وأن تبقى شركة رائد الخير هي منارا للخير والبركة.